نأخذ جولة في هذا السوق اللي عمره ربما ما يقارب أكثر من 35 عام. طبعاً تأسس هذا السوق بعد الكثير ربما من التجارب حول التجمع السكاني وتجهيز بعض البساط أو المحال التجارية، وبعد ذلك تم استمرار هذا السوق يعني أسبوعياً في يوم السبت، في صبيحة يوم السبت من الساعة 6 صباحاً حتى ما يقارب 12 ظهراً يستمر هذا السوق ويتوافد المواطنين من الكثير ربما من القرى ومن الأرياف ومن المدن لهذا السوق الذي يكون في يوم واحد خلال أسبوع الأيام. ربما الكثير من البضائع، الكثير من المحال التجارية، الكثير أيضا من البساط يكونون متواجدين في هذا السوق لتتم عملية البيع والشراء هنا من سوق الضلاعة، من هذا السوق، سوق السبت. سنكون وإياكم سويا لنصول ونجول ونتعرف على الكثير من المعلومات التاريخية وأيضا معلومات البيع والشراء من برنامج أسواق شعبية. فدائما وأبدا خلوكم معنا ومع الوجوه الطيبة هذه، فأهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إيش الحلاوة دي من الصباح؟ والله الحمد لله الدنيا بخير إن شاء الله. الله يديم العافية علينا وعليكم. وإحنا في نعمة الحمد لله ما يعلمها إلا ربي، في نعمة الأمان والأمن. الحمد لله ربنا يدوم إن شاء الله. ندوم والرزق عند الله والحمد لله الآن في نعمة طيبة الحمد لله. طيب نتعرف على اسمك يا والي. محمد عمر سعيد باعمر. حيا الله عمي محمد في برنامج أسواق شعبية. مكان متواضع، بسطة متواضعة. شغل ما شاء الله تبارك الله، أنواع من الخم، سوق السبت، مديرية الضلاعة، هذا اللي جينا عشانه نحن. حابين نتعرف بشكل أكبر عن هذا السوق. من متى وانت شغال في هذا السوق؟ والله لي حوالي 31 سنة. وانت في هذا المكان؟ احنا في هذا المكان صامدين. كان السوق هناك وعودوه إلى هنا. ما شاء الله تبارك الله. احنا 31 سنة واحنا في هذا شغال فيه. والله الحمد لله. من أبناء الضلاعة ولا لا؟ لا، من أبناء عتود. وين عتود؟ عتود يبعد شرق 25 كيلو. تبع ايش من مديرية؟ تبع مديرة الضلاعة. تبع الضلاعة؟ تبع الضلاعة. يعني قرية اسمها؟ عتود. عتود. أيوة. ما شاء الله تبارك الله، أهلا وسهلا فيك في برنامجنا هذا. طيب الآن طلعت على البرنامج وفيك الكثير من الابتسامات قبل التصوير ما شاء الله، وين راحت الابتسامات الآن؟ الحمد لله. وين راحت النكتة؟ الحمد لله. وين راحت الطرفة؟ الحمد لله. طيب في خلال 31 سنة أيوة. من العمل في هذه البسطة في سوق السبت في مديرية الضلاعة، ربما مرت عليك الكثير ربما من المواقف التجارية التي ساهمت في تكوين العم محمد، لعبت دور كبير جدا في تحريك العجلة الاقتصادية لك وللأسرة بشكل عام. ما الذي يضيف هذا السوق لشخصك الكريم؟ والله الحمد لله يدير الحمد لله معناه توفير جميع متطلباتنا من السوق الحمد لله، من جميع الحمد لله نوفر منه. وتعرف بيع، البيع والشراء هو يوم يخسر ويوم يكسب. الله الحمد طبيعي. لله الحمد لله وفرنا وعيشنا عيالنا في احسن نعمه، ناكل من احسن الاكل ونشرب من احسن الأكل. الحمد لله ما شفنا صدر. لا الحمد لله شفتك، ولا تعرضنا لاي عراقيل في هذا السوق الحمد من لله. يوم بدا السوق الى الان اللي البيع والشراء يوم يزيد ويوم ينقص، هذا اللي احنا طبيعي والحمد لله. واهل السوق الحمد لله يعتاش، كل الواحد في مجال عمله، في مجال عمله، والتوفيق هو من الله سبحانه وتعالى. والحمد لله احنا في نعمه كبيره 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 في امننا واماننا الحمد لله. ونطلب من الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا هذه النعمه. امين. يديمها على الجميع ان شاء الله، ويحفظ بلادنا من كل سوء ومن كل مكروه، وان يا الله سبحانه وتعالى يعطينا المطر. امين. ماسكنا الغيث. امين. كلكم امين. اللهم اسقنا الغيث. امين. ايوه، لان البلاد كلها في شقاء من الماء، كل شيء من الماء. واحنا عندنا 25 كيلو نحسبها نجي من الضلاع من المكلا الى هنا، ما نحسب الطريق، لكن ال 25 الكيلو هذا كان نروح نسافر الى معناه ابعد المسافه، لانها 25 كيلو ارض
كلها مطبات كلها قف قف. شوف السيارات كسرنا سياراتنا، ولكن الحمد لله ايش نقول؟ نطلب من الدولة ونطلب من المسؤولين والمعنيين بالأمر أن يتوسطونا في هذا الخط الحيوي اللي ينقذنا. مرضانا يموتوا وهم في الطريق، مرضانا يموتوا وهم في الطريق، ما يوصل والله قبل هنية كم فترة اثنين ما وصلوا نص الطريق إلا من المطب من السيارات، سيارات ما فيها توفير هناك، كل واحد يقول لك والله البترول غالي والديزل غالي وما أقدر شت كيف. والخط الخطأ العن والعن، الخط اللي هو المصيبه اللي هو ربنا يفرجها، ربنا ان شاء الله ان شاء الله انه يفرجها، وهذا الله البرنامج يعني ان شاء الله انه يقبلوا دعانا في هذا الطلب لخطنا هذا والمياه، ربنا بيجمل. طيب عم محمد، هذا البرنامج منكم واليكم، حاب انه يسمع همومكم وينقل المعاناه وايضا يظهر الجوانب الجميله في الاسواق في الحركه التجاريه والاقتصاديه. عم محمد، ايش من انواع الخم تبيعها في هذا المكان؟ هذا الخم فيه قريني وفيه جند وفيها عروير وفيه عور وفيه قميت وفيه زفي، معناه لو اعد لك اعداد الخم معناه. وفيه الخم من الحديده الجيبه، من الحديده الجيبه. أيوة هذا ايش المميز فيه حتى انك تجيبه من احسن الحديدة. احسن الخم هو من الحديده، من الحديده الجراني ولا اللي من الحديده؟ لا لا، هذا البيع الكيلو حقه 6000 الكيلو. اما هذه بتاع لك 5-4. طيب ايش الزين اللي فيه؟ الذوق الفائده الصحيه، الذوق حقه ما في زيها ابدا. لو تطعم الذوق حقه ما تاكل الا منه، ما شاء الله. اي والله. والباقي الخم فيه الردي وفيه الجيد، فيه اللي سعره غالي وفيه اللي سعره قليل، والحمد لله متوفر بسهوله مش بصعوبه الحمد لله. من فين تجيب الخم هذا؟ من وين تشتريه انت؟ هذا نشتريه من المكلا. تروح مثلا يوم الخميس او الجمعه للمكلا ولا كيف تسوي؟ نروح يوم الربوع او يوم الثلاث ونجيبه من هناك، وفيه يجيبوه من سيئون، هنا في سوق مركزي في سيئون نجيبه من سيئون الى هنا، نشتريه بالجمله والحمد لله ونقطعه هنا. ربنا يبارك ان شاء الله. طيب من يوم فتحت الساعه كم فتحت اليوم؟ الساعه كم؟ الساعه تقريبا 5-6 تقريبا الصباح. جينا من هناك بعد صلاه الصبح، نصلي صلاه الصبح ونمشي ما شاء الله تبارك الله. طيب من يوم ما فتحت لما الان كيف شفت الحركه؟ والله الحمد لله في كيلو كيلوين ثلاثه اربعه، والله خير كبير الحمد لله. الحمد لله. ما يحمد على الله سبحان الله. حتى لو ماشي شغل قول الحمد لله عشان ربي يزيدك خير. الحمد لله على الصحه. انا الان فوق 70 تبارك الله. اي والله، والان الحمد لله اعمل، وعيالي الحمد لله عندي عيالي معهم عملهم الحمد لله خير وكل حاجه، بس ما قدرت اوقف اجلس. ليش؟ لان بنتحطم. نعم. تحصل الأسرة من قفانا خير، الحركة بركة ويحصل العامل ورانا شيء ويحصل المستفيد شيء والدين شيء، المهم إن الحمد لله ننفع ونستنفع. نعم ربنا يبارك إن شاء الله. طيب عم محمد، قبل بنبدأ التصوير قبل المخرج بدر ما يقول ريك، كنت تقول للجمهور اللي خلف الكاميرات قول لهم لابد كل واحد يشترك. لا وش إجباري هذا وش إجباري هذا كل واحد على كيفه، لأنه كل واحد معه زبون هنا يشتري منه وشوف كيف، ولي هو حقي ومكتوب من الله سبحانه وتعالى هو بيجي بيشتري من هنا ما شاء الله. أيوة، واللي ما له شيء فيه 20 أو 30 بسطة في السوق، فكل واحد الحمد لله يأخذ من عند عميله. طيب كيف تحرج أنت الآن بالبضاعة؟ يعني أنا وياك الآن مع بعض بنحرج بالبضاعة، بخلي الناس يشترون من عندنا، يعني بنقفل اللقطة هذه إلا على واحد اشترى كيلو ونص كيلو من عندنا، ايش رأيك؟ تمام. نحاول نجرب؟ والله نجرب، وهو ما تقدر إلا إذا بأمر الله. طيب يلا بنجرب وياك مع بعض، يلا ونشوف من اللي موجودين معانا الآن. ما شاء الله أكثر من 80 شخص ما شاء الله تبارك الله، مزحوم السوق، من بيشتري؟ كيف بتحرج؟ بشوف طريقة تحريجك، طريقة مثلا جذبك للزبون، طريقة مثلا إقناعك للزبائن بأنهم يشترون منك الآن. والله الحمد لله الزبون هو معنى الكلمة الطيبة، شفت كيف؟ وكل إنسان له شهوته، إذا يقول كلام الشهوات ما نفقت البضاعات. نعم. لأن كل واحد ما يرغب هذا، بغى نوع ثاني، شفت كيف؟ عندما يمر الزبون اهلا وسهلا تفضل، عندي طيب، عندي كذا، عندي كذا، وعندي كذا، اذا حب اشترى، ما حب راح وشاف السوق، اذا لك شيء رجع يدور على السوق ويرجع ويشتري منك الحمد لله. كيف انت منافس في السوق ولا اسعارك رافعه شوي؟ لا والله الحمد لله. ترضى بالقليل؟ والله ارضى بالقليل. تقنع؟ اقنع والله، ما هي مثلا عشان مقابلتكم ولا مقابله لا. والله الحمد لله معناه، ونجيب حاجه ونشفها تنشيف
مع المشكم السوق نشفها تنشيف ونبيعها، والرزق هو من الله سبحانه وتعالى. امين. طيب الان بغيتك تقنع الناس يشترون كيلو، نص كيلو، ربع كيلو، اهم شيء يدخل قرشين عندنا انا وياك هنا ونبيع لهم حاجه من الحاجات الموجوده عندنا. يا جماعه الخير، عندنا خمزين واعور ونظيف ويابس وكل حاجه، كل واحد يقول لي يلا الزين عندي، الزين عندي والعيب بشقي. أيوة. الزين عندي يلا. ايوه العيب جنبي. من بيشتري؟ يلا. قريني، معنا قريني صح؟ ايوه. معنا جند. ايوه. وش عاد معنا؟ أيوة. برضو الخمر الحديدي. اللي بيشتري الان، اللي بيشتري الان احنا نبيع الكيلو بخمسة، الكيلو يبيعه بخمسة، ولكن اللي بيشتري الان باربعة. الله اكبر، حلو. 1000 ريال ينقص في الكيلو. يلا من بيشتري الان يجهز. ايوه. بغيت لك كيلو. بغيت له ايوه. نص كيلو، ربع كيلو، اللي يبغى ربع كيلو. الله اكبر، حلو حلو. قدرنا نقنع زبون الان احنا. قدرنا نقنع زبون. ايوه. بغيت ربع كيلو؟ بالف ربع كيلو. ربع كيلو، ربع كيلو. احنا قلنا له الكيلو ب 4000. بعطيه الا مقطع وكل شيء جاهز. يلا بنعطيه. طيب امسك المايك انت هذا. أيوة. تكلم بالمايك. ايوه. وانا اللي بعطيه. وين الكيس حقك؟ الكيس هنا. هذا الكيس، هذا الكيس، هذا النوع. هذا النوع. أيوة. هذا النوع مقطع زين ما شاء الله تبارك الله. وينك وينك يا محمد اليوم؟ وينك يا عمل؟ يلا الله يحييك. طيب يلا هذا زين. ايوه زين. هذا زين. ايوه لقط له من الزين. هذا زين برضه. ايوه ايوه زين. كله لقط لك الا الزين. خليك الا فرحان. لقط له الا الزين. الزين خليه الا عريس اليوم. أيوة ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شيل شيل هذا، خليه راطل في السوق، راطل في الميزان بس. راطل في الميزان. لا شيل العبر كلها ثنتين. لا اطرح العبره الكبيره وشيل الصغيره. ايوه اعطى اعطى من ده عندك. اطرح له اطرح له خذها. ايوه اطرح له. عاده عاده ما شاء الله. عاده صر له الميزان. الله اكبر. عاده فوق. ما شاء الله تبارك الله. ما قصر معك. ما قصر ما قصر. هذا يا عم محمد ما شاء الله زبوننا اللي بعنا له اليوم. ان شاء الله ان شاء الله. لك شكرا ان شاء الله. طريق خير ان شاء الله. نفتح الخير ان شاء الله. قدرنا نقنعه ولا ما قدرنا؟ الا اذا قنعناه ان شاء الله. والثاني بيقتنعوا، بس كل واحد يحسب حسابه، يرتب نفسه شويه وبيجي بيشتري. طيب عم محمد الان بغيت منك كلمه بس. أيوة. عبر برنامج اسواق شعبيه. أيوة. ايش حاب تقول للمتواجدين كلهم في هذا السوق، سوق يوم السبت في مديريه الضليعه؟ نقول لهم هو سوق اصلا يتوافدوه من كل محل ويدخلوه عشان طلباتهم اليوميه او الاسبوعيه في الاسبوعيه. ونقول لهم ان شاء الله ربنا انه بيوفرنا ان شاء الله خير وبيبسط لنا للخير وبيجينا للخير ان شاء الله. والدوله ان شاء الله بتفتح لنا مشاريع وكل حاجه، وربنا بيفتح عليها على الوجيه الطيبه ذا ان شاء الله الخير. الان الناس تعبانين، يمكن الان هذه الحين يكلمهم ما معه حق الكيلو، والله يمكن بعضهم ما عنده حق الكيلو، ولكن ان شاء الله نقول ان الله ربنا يرزق الجميع. آمين. ويوفر للجميع ان شاء الله بالماء والمطر والماده والحكومه وكل شيء ان شاء الله. جميع يا رجل والله. امين ان شاء الله. والله العظيم كلامك الطيب. أيه. وتفاؤلك يعني يضيف لهذه ربما الحياه السلبيه، الحياه اللي ربما مثقلين منها، نوع من الايجابيه والامل والتفاؤل. شكرا لك عم محمد من برنامج اسواق شعبيه. في امان الله. لكم الله نشكركم على ذلك ان شاء الله. لكم الشكر، وربنا ان شاء الله يبلغكم ويود معناه يعطيكم الهمه ويعطيكم التقوى لتودوا الامانه حقكم وتودوها الى كل مواطن والى كل فرد في المجتمع ان شاء الله. في امان الله. في امان الله. مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف على اسمك يا والد؟ عوض صالح مبارك باقي طيان. والنعم باقي طيان، اهلا وسهلا فيك في برنامج اسواق شعبية. الحمد لله. طيب باقي طيان والفضة، ذكركم المحضار ايش قال في ابياته الشعرية على الباقي طيان؟ احفظ للبيت الاولي. ايش يقول فيه؟ يا باقي طيان صلح لي ذهابي لجنبي. ما شاء الله تبارك الله. فنان صنع حق صنعة راقية، من قال صنعة من انا بقول صنعة باقي طيان. يعني قدك عارفها يعني؟ مو قد منها. طيب حياك الله يا عم، من فين انت؟ من ابناء الضليعه ولا من مكان ثاني؟ لا من نفس الروضه شرق الضليعه. من الروضه شرق الضليعه. شرق الضليعه، مسافه يمكن نص ساعه او ساعه الا ربع.
ما شاء الله. طيب ايش اللي يخليك جيت تتعذب نص ساعه الى ساعه الا ربع الى هذا السوق؟ ها ايش اللي يخليك تتعذب من هناك الى هنا نص ساعه؟ مثل عايش قلنا لواحد لحاقات هنا يبغى يقضيها من السوق هنا، لان خلاص من اي واحد لحاق يقول لك خلاص نهار السوق السبت. كل سبت من مع بضاعة قال لك السبت، ان كان بياع قال السبت. قال تجون تشترون وتبيعون. اللي يشتري يبيع واللي يشتري للبيت ولا خضروات الخام اي حاجه لي. طيب من متى وانت في السوق تبيع فضه؟ والله من زمان، من معايم البص كان السوق اول تحت هناك شفت، وبعدين تحول لهنا يعني. طيب من معايم بيت السوق وقلنا نفرش في السوق. وانت صامد فيه؟ صامد. طيب كم عمر السوق تقريبا كذا؟ والله يمكن تقريبا 15 سنة أو أكثر. طيب السوق من هناك إلى هنا 15 سنة كان؟ يمكن 15 سنة أو 20 سنة، أقل شيء. أقل شيء 15؟ في هذا المكان له 15؟ كان هناك أول، بعدين حولوه لهنا، تحول لهنا. أنت لازلت صامد؟ وإحنا لازلنا صامدين. كيف الشغل معاكم؟ كيف الحركة؟ والله الحركة أحيانا تفتر قليل، واحيانا لا باس يتحرك السوق. طيب معكم مصبغه فضه ولا ما فيش؟ لا مصبغه فضه. وين؟ معدن. في الروضه؟ في نفس الروضه. في نفس الروضه. انتم تجهزون هذه الاشياء ولا تشترونها؟ هذا احنا نجهزها، يصبوها يعني كسر من الفضه الباليه، يصهروها يعني بالغاز. ايوه. بعدين يسحبوها في مكاين ضخمه. ما شاء الله. الماكينه فيه نوعين، فيه نوع هندي تطلع يمكن ب 12000 سعودي. ما شاء الله تبارك الله. وفيه نوع على ايطاليا يمكن ب 16000 سعودي. تبارك الله. هذا لكنها تحتاج لها كهرباء. وعندكم روضه في كهرباء؟ كهرباء مواطير. على المواطير؟ مواطير كل واحد مواطوره فقط. الله يعينكم. الله يعين الجميع. امين. وكنا سهلين للمحطه ذا حق المديريه ولحد الان ما كنا يوعدونا. كنا احنا مسهلين. يوعدوا علينا. ربنا ييسر امركم ان شاء الله. امين. طيب لو تكلمنا مثلا على هذا النوع من انواع الفضه، كم سعره تقريبا اليوم تبيعه؟ الاوقيه بالاوقيه. هذا كم اوقيه تقريبا كذا يكون؟ ولا يحتاج الى وزن يعني؟ يحتاج الى وزن. طيب كم الاوقيه عندك؟ الاوقيه 17000. 17000 يمني. ايوه. والبالي ب 12000. ايش البالي يعني؟ المستخدم. يعني المستخدم هذا. المستخدم ب 12000. ايوه تعوده مره ثانيه. تجدده. تصهره وتجدده. يعني ب 12000 الاوقيه. اما هذا 17000. 17000. مع الخدمه حقه. مع التصنيع يعني. تصنيع. 17000. يضيفوا الخدمه حقه. طيب انت مكلفك كم يا عم حتى انك تبيعه ب 17؟ يعني تقريبا مكلفك 15 16 14 كم حوالي يعني؟ يعني بالاوقيه اذا طلع مثلنا 12 الاوقيه ب 12 تضيف الاجره حقك فوقها. بتكون 12 الى 7000 كم؟ 5000. 5000 هذه اجره التصنيع والعمال والماطور والماطور. الا من عمال؟ عمال. الا انت وحدك؟ صاحب المحل، ان كانهم اثنين وان كانهم ثلاثه وان كانهم اربعه اخوه يتقسمونها بينهم البيت. ايوه كلهم يشتغلوا مره واحد. ما حد عمال تجيبه. انتم يعني نعطي ان وديت يعني فضه لحد يعني بيشتغلها باجرته. 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 له اجره بس. يعني ال 5000 هذه تنقص منها اللي هي اجرتكم الثلاثه او الاربعه، ومنها البترول حق الماطور اللي بيشغل مثلا. أيوة. وغاز. مش الذي لانكم بتصهرون ملح ليمون حق التصفيه وحاجات كثيره حق التصفيه. مش الذي يخارجكم ولا ما يخارجكم بعمل؟ مش المهم الواحد خلاص مشي. المثال حقنا بيع بخمسه واشتري بخمسه. اشتري بخمسه بركه بين الخمستين. الله الله عارفه يعني ما شاء الله. هذا مثال حضرمي طبعا. في كل حلقه انا نقول في كل حلقه انا نقول للبياعين والمشترين اشتري بخمسه وبيع بخمسه والبركه بين الخمستين. بين الخمستين. طلعت انت حافظه، طلعت ما انت سهل يا بركه. بس ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. الله يسعدك ان شاء الله ويطرح فيك البركه. اليوم نحن سعيدين، نحن جينا نزور هذا السوق وتفاجأت والله بكل امانه ومن دون اي تلميع اعلامي، تفاجأت بوجود الكم الهائل من البضائع. يعني ايش في بالك؟ فضه موجود، ايش في بالك؟ صرافه موجود، الخم موجود، ايش اللي ما هو موجود؟ كله موجود ما شاء الله. الا ابوك وامك ما بتحصلهم. الله يبارك فيهم وفيكم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب يا عم الان احنا في برنامج اسواق شعبيه على شاشه الغد المشرق، العالم كله يتابعك، الاهل والاقارب والاصدقاء والمغتربين والناس اللي يعرفونك كل ما يعرفونك. ايش حاب يعني تقوله في خاطرك من زمان كذا بتقوله في جانب البيع والشراء، في جانب سوق السبت، في جانب الخدمات في الروضه؟ الشاشه والمايك هذا لك يا والد. احنا بقى الارض يعني كل شيء يعني ترخص. يعني احنا عندنا بالنسبه الغاز احيانا تقع فيه ازمه شفت، الكهرباء برضه ماشي شفت، احيانا نفس الفضه الباليه ماشي
تكون معدومه، يضطروا الى شراء الكيلو، الكيلوات، كيلوات يعني خام. خام الخام ب 2500 سعودي يطلع. الألف جرام، الألف جرام، الألف جرام. الكيلو فيه 1000 جرام ب 2500، قريب يعني مليون يمني او اسمه. شفت؟ يصبح يعني من الصعب الواحد يعني يشتريها الأسهم. احيانا بعضهم يتوقف عن الشغل بسبب يعني توفير الفضه الباليه او توفير الخام، الخام مش موجود هنا. اما تندر له لحضرموت فيه ناس يبيعوه، شفت؟ او في المكلة، او تجلس جالس لحتى تحصل لك لما تتيسر. لما تتيسر، لما تتدفر. ربنا يبارك لكم ان شاء الله باذن الله وييسر امركم. آمين. ونعود لكم في سنوات قادمه. آمين. عشان نغطي هذا السوق، وهو سوق مرتب. وهي الرساله يعني بلسان ابناء الضليعه، ان يكون هذا السوق مرتب وتكون فيه بنايات منظم. الان من جميع المحافظات المجاوره والقرى المجاوره والمدن المجاوره يجون لهذا السوق. في سبب، في سبب يجون، ما يجون للعبث. ربما الاسعار مناسبه، ربما وجود الكم الهائل من انواع البضائع. لا لا لا، الناس كلها من جميع المحلات، الى حد احلى من شبوه، من حاجه ما اسمه، كلها السوق، كل من معه بضاعه يقول لك سوق السبت. سوق الصراحه هو سوق كبير. سوق قلت احسن سوق، لا سوق بضاعه حتى يصله ولا سوق اسمه. قلت احسن سوق هو سوق السبت. ما شاء الله. كل شيء توفر فيه. ومن بعدها قال لك سوق السبت. سوق السبت يعني سوق الصراحه ضخم. مش كما الاسواق الثانيه. ربنا يوفقكم يا جميع رب. ان شاء الله. الله يحفظك. اي خدمات يا والد. شكرا. يلا في امان الله. مع السلامه. الله يسلمك. مع السلامه. يا صباح السبت. يا صباح الخميس. حياك الله، اهلا وسهلا فيك في برنامج اسواق شعبيه، وحابين نتعرف عليك قبل كل شيء. ناصر احمد بادهري. اهلا وسهلا بعم ناصر. من ابناء الضليعه ولا من خارج الضليعه؟ من شبوه، من جده. والنعم باهل شبوه واهل جردان. جيت شراي ولا بياع؟ شياع. شراي وبياع. كذا وكذا. عسل و تبيع عسل ولا تشتري عسل؟ تبيع عسل ولا تشتري ايش؟ ولا اشتري حاجه من السوق. ايش اشتريت من السوق لحد اي حاجه؟ سماك الخام. ايش الان ايش اللي بدك ولا امر عليك؟ ماذا انت تتكلم؟ ايش اسمه؟ ها؟ ايش اسمه؟ شكل هذا خضار. خضار مسحوقه. مسحوق ايش؟ بهارات. ما بهارات، هذا بهارات يعني. طيب ايش اللي يخليك مثلا تجي من شبوه من جردان الى سوق السبت بالضليعه عشان تبيع؟ عشان هذا السوق مشهور وجينا جزاء وقت فيه. كيف الشغل فيه؟ والله ممتاز الشغل الحمد لله. الحركه التجاريه ما احتاج شوف، ما تشوف انت. في ناس دفيعه ولا في ناس فحيصه؟ فيه كل الموجود. نص نص. نص نص. ما شاء الله تبارك الله. من متى وانت يعني متواجد في هذا السوق؟ كل سبت تجي على طول؟ كل شهر مره كذا. الشهر مره واحده؟ ولك كم، خلال كم سنه يعني؟ حدود 3 سنين. 3 سنوات لك؟ طيب انت الان العسل تجيبه من جردان، انت صاحب نحل ولا مثلا تشتري انت من تجار؟ صاحب نحل. كيف شفت البيع والشراء؟ هل في تنافس كبير هنا في الضليع؟ السوق مو فيه واجد. الحمد لله سوق على شوي شوي. طيب المنافسين كيف؟ ما في تنافس كثير. قوي؟ الحقيقة هذا والله. ايوه هذا الحقيقة. طب زي بعطيك كلام. يعني تنافس قوي؟ قوي لا بأس شوية. طيب أنت ثابت نفسك في السوق، أنا موجود، أسعارك أقل ولا ها؟ لا أسعار زيادة عادي. على حسب البضاعة. على حسب البضاعة اللي معك. أيوه. طيب ايش رايك بامانه في سوق السبت بمديريه الضليعه؟ انا لاحظت انه في كثير ربما من ابناء المحافظات المجاوره يجون مرتادين لهذا السوق، اذا كانوا بياعين او مثلا شراء من هذا السوق. ايش اللي خلاه يكون متميز؟ سوق شعبي قديم مشهور، هذا من زمان، من خلقنا هذا مشهور، موجود من جميع المحافظات الجنوبيه، مو الا من اللي بيع صيد من ابيان، واللي بيع من عدن، ولا من المكلا، من كل محافظات. طيب لو وجدت سوق بديل يعني عن هذا السوق، بتروح ولا لا بتكون صامت؟ احنا قبل 5 يوم رحنا دوعن. ايش سوق ايش؟ يوم الربوع. سوق الربوع. سوق الربوع. سوق الربوع، ان شاء الله نغطي باذن الله سوق الربوع. ان شاء الله. شكرا لك. الله يعافيك. يا امان الله. تمام تمام. شكرا لك. شكرا. الله يسعدك. حياك الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخبارك؟ والله تمام الحمد لله. كيف أمورك؟ والله تمام. كيف الشغل معكم اليومين؟ والله مشي الحال الحمد لله تمام إن شاء الله نقول. من متى وأنت موجود في سوق السبت بالضلاعة؟ أوه مبطي يمكن قليل 10 سنين يا 12 سنة مبطي. وشغال على التنباك ما شاء الله. أيوة على التنباك. إيش من أنواع التنباك الموجود عندك؟ عندنا هذا العود يعني ذي يرغبوه يعني الزباين هذا أقوى شيء في التنباك، وبعده ذاك القطف يعني قطف لكنه بدون عيدان. أيوة. والنصر هذا نصر يعني وسط ما هو شيء قوي ولا خفيف مرة جم. عندنا السقيقة ذوك هذا؟ أيوة هذا حق العود ذوك حق النصر برضه. طيب في إيش يعني مثلا هذا النوع في إيش يكثر استخدامه مثلا في التنباك أو في الرشبة مثل ما يقولون؟ في الرشبة العود هذا. في الرشبة هذا العود. أيوة العود. وهذا؟ هذا يعني المضيق بس المضيق يمضغ. يعني التنباك. أيوة. المضيق يعني يسوونه في التنباك. أيوة. طيب يعني هذه مثلا البضاعة أو التنباك هذا عندكم مزرعة معينة تجيبونه منها أو تشترونه من مورد معين أو تجيبونه من منطقة معينة؟ لا والله اشتريه من المكلة هناك يجيبوه لنا موردين من عنده مبروك ذاك بنصيب يجيب يشتريه احنا من عنده. يعني ما بين البيع والشراء في ربح هامش ربح ولا تشوف انه ضئيل جدا يعني يلا بك تمشي الحال وانه في السوق هذا ناس منافسين في حركه تجاريه في حركه اقتصاديه كبيره موجوده في هذا السوق لا سيما انه هذا السوق يعني بمديريه الضليعه يتواجد فيه جميع انواع البضائع. سالت واحد قال لي اي شيء اي بضاعه في خاطرك موجوده في هذا السوق. ايوه نعم فيه منافسين فيه وايدين لكنهم نسبه يعني الربح حقها قليل يعني ما هو فيه منافسين وايدين. عندنا هذا العكبري وفيه وايدين هناك بعضهم في ذاك الشارع وايدين منهم يجيبوه. طيب انت تشتري بالرطل ولا بالكيلو ولا بالجونيه ولا بالفراسله اشتريه؟ بالايش؟ بالفراسله. ايش هذه الفراسله؟ لا يعني هذا في جيب عود الكبير. أيوه؟ 4 فراسل 5 فراسل يجي في العدل. طيب لو الان بعنا هذا انا وياك مع بعض لواحد من المشترين يعني بكم بتبيع لهم؟ هذا بالوزنه عبر الميزان. بكم الرطل؟ بكم الرطل؟ الرطل هذا حقه 4000 ذي 6000 ذاك برضه 6000 قطف عود ذي السقيقه من 5000 ذاك من 4000. طيب يعني هذا مثلا لو بعناه انا وياك الان مع بعض ب 4000 هامش الربح اللي معك بسيط ولا ها يعني عليك بكم ما يقارب الرطل 3500 3800 3 ايش خراجك فيه؟ يمكن 3500 الله لحق مشي الحال. لحقت لك 500. أيوة. خير وبركة. أيوة خير وبركة. ربنا يبارك إن شاء الله. إن شاء الله. طيب عندك مثلا فكرة مستقبلا إنك توسع هذا المشروع ما يكون بس يعني في سوق السبت في أسواق أخرى في مناطق أخرى في مكان استقراري مثلا؟ ماشي الطلب للحين ماشي إلا على في السوق ولا عندنا أفكار وايدة في كما يبعث إنه ما حد يبيع فيه يبعث في داعن يمكن ماشي يمكن لكن السوق الأسواق عيفة مرة مع الخارجي هذا الوضع. ما تخيل ان الطلب عليها يقل. طيب انت من ابناء الضليعه ولا من المجاورين لا من المجاورين لا. ايش من منطقه انت؟ من منطقه حصن باجايم. حصن باجايم. ما شاء الله تبارك الله اهلا وسهلا فيك في برنامج اسواق شعبيه وسعيدين نحن نزور هذه الاسواق المتواضعه يعني متواضعه بوجودها لكن بحجمها كبير وبالبضايع اللي موجوده فيها كبيره وربما ايضا لها حركه كبيره واقتصاديه على القرى والارياف والمدن والمحافظات المجاوره لها. اسواق شعبيه يقول لك عندك كلمه تحب توجهها لهم؟ واحنا سعيدين في اللقاء هذا في اللقاء الغد المشترك في اسواق شعبيه ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في برنامج هذا. تابع البرنامج ولا متابع؟ ايوه تابعه. اكيد اكيد. اخر حلقه ايش من حلقات شفتها؟ والله قد لي فتره كنت يعني تابع لها قد لي فتره والله مع التابعات. اكيد هذه الحلقه بتابعها ان شاء الله. يلا شكرا لك. يلا في امان الله. يلا لا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تعرف على اسمك يا والد؟ مقلم صالح عبد العزيز. حي الله عن مقلم، يا مرحبا وسهلا فيك في برنامج أسواق شعبية على شاشة الغد المشرق، أهلا وسهلا فيك. طبعا اليوم احنا جينا نزوركم وحابين نتعرف على سوق السبت الموجود في مديرية الضليعة، حابين نتعرف على التاريخ الموجود اللي فيه، حابين نتعرف أيضا على البضائع الموجودة اللي عندكم. أنت الآن مثلا جيت تبيع بضاعة أو جيت أنك تشتري بضاعة؟
نعم والله، انا ابيع بضاعه واشتري بضاعه. ايش تبيع وايش تشتري؟ بيع عسل وبيع سلاح واشتري عسل واشتري سلاح. ما شاء الله بياع شراي. يعني قليل قليل، حبه حبه. لك كم في هذا المجال ما شاء الله؟ لي فتره تقريبا خمس سنوات او ست سنوات. كيف شفت الشغل خلال خمس بس سنوات؟ في ضعف شويه في السوق، وفي ضعف شويه في السوق الان. ولكن الحمد لله. الحمد لله على كل حال. كل شيء يمشي، كل شيء يمشي الحمد لله. طيب لو تكلمنا على انواع الاسلحه اللي تبيعها، ايش من انواع اسلحه تبيعها؟ والله سلاح رشاشات، هذا رشاش رشاش حبه حبتين، وهذا سلاح واحد بندق الماني، هذا رشاش برضه. هذا الماني؟ الماني رشاش، نعم. ما شاء الله، من متى هو معك يعني؟ هذا له يمكن سنه او اكثر. وايش اللي خلاك تبيعه الان؟ تبيعه وتشتري فيه يعني، مثلا لو اشتريته اليوم بالامكان انك بعد شهر شهرين تبيعه في سوق السبت. لو حصلنا فيه قليل يعني مكسب 1000 ريال ولا 500 بعنه. توكلت؟ نعم توكلنا على الله. هذا الماني؟ هذا الماني نعم. طيب يعني خلال سنه معك بكم اشتريته؟ ها؟ بكم اشتريته؟ والله اشتريته هذا تقريبا في ب 12000 ريال سعودي. 12000 سعودي؟ نعم. ايش اللي يخلي قيمته مرتفعه لهذا السعر؟ والله لانها يعني النوعيه حقهم نوعيه جيده يعني، ورصاص حقها رخيص بهذه الطريقه بس. كم سعر الرصاص؟ الرصاص الحبه 500. يعني هذا الالماني سعر رصاصه 500؟ الحبه 500 الرصاص الزين. والانواع الثانيه؟ الانواع الثانيه العلمان هذا غالي الرصاص حقه، لان هذا حد يوصل 2500 3000 الحبه الواحده. ها. طيب الان انت عارضه ب 12000 ولا اشتريته ب 12؟ لا انا اشتريته ب 12. حلو، الان بتبيعه بكم يعني في السوق؟ بيع يعني لقيت حصلنا 500000 ريال بالبيع. خير وبركه. نعم ربنا يبارك ان شاء الله. الله للجميع ان شاء الله. طيب ايش من انواع اسلحه ايضا قد اشتغلت فيها من قبل، يعني لو تعرفنا مع بعض على انواع الاسلحه؟ رشاشات 11 ابو صاروخ جفري. الجفري نبيعهم هذا، قد بعناهم كم حبه قد بعناها يعني. ما شاء الله، لك ناس زباين مخصصين ولا كل من هب ودب؟ لا لا من هم ودب، من جاي يبغى له قطعه سلاح وهي معي موجوده، انا اللي اشتريها قطعه قطعتين لما ابيعها بس، ما اخذ شيء كميات كبيره يعني. والعسل متوغل فيه ولا؟ لا لا حاجات بسيطه يعني، حاجات بسيطه في حدود 20 حبه 20 قرف، دبتين ثلاث دبب بس، هذا البيع. ربنا يبارك ان شاء الله لكم باذن الله. ونحن حابين نتعرف على هذا السوق. اهلا بكم. الله يسعدك يا رب. طيب انا بنتعرف على تاريخ بس هذا السوق، انت من ابناء الضليعه ولا القرى المجاوره للضليعه؟ لا انا من ابناء شبوه بس مجاور للضليعه. والنعم باهل شبوه، اعطوا لهم تحيه اهل شبوه، اعطوا لهم تحيه، اعطوا لهم تحيه. والنعم باهل شبوه اهل عزم واهل صرامه ايضا ان شاء الله. طيب بما انك من اهالي شبوه، نعم. كيف تشوف هذا السوق اللي هو سوق السبت بمديريه الضليعه؟ هل يلعب دور كبير جدا في الحركة التجارية والاقتصادية للمحافظات المجاورة؟ نعم نعم، هذا سوق مهم يعني، سوق مهم يعني، وسوق فيه حركة جميع أنواع البضائع فيه، وسوق تمام يعني، واللي جه هذا دائما السوق هذا. طيب خضرواتك والمواد الغذائية تشتريها من السوق ذي ولا مكان ثاني؟ والله نشتري من السوق هذا ومن محلات ثانية يعني، على حسب الحركة. على حسب الحركة يعني. طيب طيب الآن نحن معنا السلاح هذا. نعم. لو الآن واحد من الجمهور الموجود قال لك اشتريت ب 12 و100، اشتريت بعت ولا ما بعت؟ لو قال اشتريت بكم؟ ب 12 و100. لا ما ببيع. ليش؟ لأنها ماشي فيه مكسب. 100 ريال؟ 100 ريال قليل يعني. خير وبركة. خير وبركة، لكنها قليل يعني. يقولون في مثل 500 أكلها 1000 ريال لا بس. طيب طيب. المية بسيطة. المية بسيطة. بسيطة. طيب في مثل حضرمي يقول اشتري بخمسة وبيع بخمسة والبركة بين الخمستين. بين الخمستين. طيب كل ما شفته لحد زبون والخير والبركة يلا. الله يسعدك، الله يسعدك يا عم. والله نحن سعيدين اليوم، نحن جينا في هذا المكان عشان نتعرف على الشغل الموجود. كنت في المكلا وكنا يعني نقترح بعض الاسامي للاسواق الجميله في برنامج اسواق شعبيه. فالكل كان يقول سوق السبت في الضليعه. نعم. هو متسيد الاسواق في حضرموت. نعم هذا سوق حسب ما تنظرون النظره هذا له. ما شاء الله. هذا سوق تمام وجمع ناس من كل منطقة فيه. طيب خلال خمس سنوات يا عم، هل من كبوة حصان صارت لك أثناء البيع والشراء؟ كيف؟ في خلال خمس سنوات، هل من كبوة حصان صارت لك خلال الخمس سنوات في البيع والشراء؟ يعني يوم حد قمرك في بيع في شراء، حد زاد عليك في بيع وشراء؟ لا لا الحمد لله، انا ما بعد حد يعني زاد علي ابدا، ولا بعد حد ظلمني ولا ظلمت حد. الحمد لله. تزيد عليهم يعني بيع ما شاء الله؟ لا لا ما زيد على احد، انا اول ما انا طمعان، الحاجه لا قد جاتني حاجه بسيطه فيها، ولو جاء انسان جاهل يعني ما يعرف حاجه تقول انك بتزيد عليه، لا هذا ما يصلح، ما يجوز هذا. تجلس تنوره. ايوه ما يجوز، اذا كان انسان ما يعرف يبغى حاجه وهو ما يعرف سعره لا تزيد عليه يعني، الحرام ما يصلح. نعم. طيب الآن مع بعض حابنا نسمع منك كلمتين حلوة لمشاهدي برنامج أسواق شعبية على شاشة الغد المشرق، إيش حاب تقول لهم عبر برنامج أسواق شعبية؟
نحب نقول لهم اهلا وسهلا وشرفتونا في هذا المكان، واهلا وسهلا بكم، وانتم اخواننا ونحن اخوانكم، واهلا وسهلا بكم في اي وقت. الله يسعدك يا رب. نعم، ما قصرت ان شاء الله، والقادم اجمل باذن الله. امين. شكرا لك يا عم. حياك الله. في امان الله. في امان الله. حياكم الله. إذن أعزائي المشاهدين، نجدد الترحيب بكم دائما وأبدا في هذه الحلقة من برنامج أسواق شعبية، ونحن الآن طبعا في سوق السبت بمديرية الضلاعة، حابين نتعرف على الحركة التجارية وأيضا البيع والشراء الموجود في هذا السوق المعروف على مستوى أيضا المحافظات المجاورة. حابين نتعرف على أحد الباع الموجودين هنا في سوق الضلاعة. أهلا وسهلا فيك في برنامج أسواق شعبية. حياك الله، كيف حالك؟ طيب الحمد لله، الله يسعدك إن شاء الله. حابين نتعرف على اسمك قبل ما نكون نحن وياك في حوار جميل عن الحركة التجارية الموجودة في سوق السبت في مديرية الضلاعة. محمد سعيد سالم باشرخيم. يا مرحبا بعم محمد. عم محمد من أبناء الضلاعة ولا من المديريات المجاورة أو المحافظات المجاورة الموجودة؟ من أبناء مديرية الضلاعة. طيب إيش اللي تبيعه الآن؟ عرف المشاهدين سويا. نتشرف أولا بزيارة قناة الغد المشرق إلى سوق السبت بمديرية الضلاعة، حيث يتواجد به جميع البضائع والسلع مثل العسل والمواد الغذائية والخضروات والأغنام والتمور والأسلحة وجميع ما تشتهي في هذا السوق. ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك. نحن لنا الشرف ان احنا نكون متواجدين اليوم معاكم في هذا المكان، ونقوم بتغطية الحركة التجارية الكبيرة التي تحدث في هذا السوق. سوق السبت، لماذا سمي هذا السوق بسوق السبت؟ لماذا خصص هذا اليوم بأن يكون يوم السبت؟ لماذا جميع البضائع أيضا موجودة في هذا المكان؟ لماذا الحركة التجارية والاقتصادية كبيرة جدا؟ كثير ربما من القرى وربما المدن وأيضا الأرياف المجاورة لهذا السوق يكون هنالك تجمع كبير في هذا التوقيت صباح يوم كل سبت من الأسبوع. سمي بيوم السبت لأنهم يتواجدوا الناس فيه، يتوافدوا من جميع القرى المجاورة في نفس هذا اليوم، كل من معه بضاعة يعني يدخل في هذا اليوم، اعتبر سوق يعني رسمي. طيب من متى وانت في هذا السوق مثلا؟ عشرات السنين. يعني قديم؟ قديم. طيب كيف تشوف الحركة يوم السبت؟ الحركة يوم السبت يعني تمام. ايش اللي تبيعه انت؟ طيب عرف الناس. ايش عسل؟ ايش من نوع من انواع العسل؟ عسل علب مثل هذا، يعني عسل بغية. هذا علب ولا بغية؟ هذا علب يعني نفسه، هو بغية. نفسه العلب بغية؟ أيوة. ما شاء الله، هذا نوع من أنواع العسل. إيش النوع الثاني؟ عرف المشاهدين سويا. سمرة، مرية، صبيب، قروف، يعني أي عسل موجود داخل السوق. اللي طلعت لي الآن بغية، كم سعر القرف هذا؟ هذا يعني سعره 300 ريال. 300 ريال سعودي. البيع والشراء هنا بالعملة الصعبة يعني؟ بالسعودي وباليمني. اللي بغيته شو؟ اللي بغيته يعني. طيب برضو سمعنا انه في هنالك ايضا في ايضا هنالك يعني صرافة متنقلة في هذا السوق، موجود؟ فيه صرافين متنقلين يتحركون. ايوه فيه، موجود موجود. طيب ايش الشيء مثلا اللي مش موجود في هذا السوق؟ يعني ربما موجود في اسواق اخرى، في دوعن، في مديريات اخرى، مش موجود في الضلاعة، بضاعة من البضائع مثلا. كل شيء موجود يعني اللي في نفس المديريات الثانية موجودة في الضلاعة نفسها، ما في شيء يعني حاجة. مثلا لو فكرت الآن أن نشتري ملابس، نحص الملابس في السوق موجود، كل حاجة موجودة، كل ما تشتري موجود في السوق، يعني من المسمار للهليكوبتر موجود، كل حاجة موجودة في السوق مثل الأسواق الثانية. طيب بما أنك لك عشرات السنوات في هذا السوق القديم، في هذا السوق التاريخي اللي هو سوق السبت بمديرية الضلاعة، إيش تشوف مثلا يعني نصيحة معينة تحب تقدمها لكل من يهمه الأمر في تطوير، في توسعة هذا السوق، في تحديث هذا السوق، في أيضا جعل هذا السوق واجهة سياحية تجارية اقتصادية للكثير من المحافظات؟ نوجه بتطوير السوق يعني للبيع المشتري عشان يعينهم. تطويره على أي أساس؟ يعني مثلا كموقع، كمبنى، كمثلا تنظيم، كترتيب. كموقع. الموقع مناسب الآن؟ الآن يعني الموقع مناسب، وهو يعني لا بس تمام. ايش تقول يا ايش تقول يا اخ؟ لان السوق يعني مش نفس تملك، السوق ضيق شويه، لو كان يعني يخرجوا برا السوق هنا يلقوا سوق للعسل الخاص كان تمام. يعني
يكون فيه توسع أكثر يعني. أيوة الآن في سوق الخضروات، في سوق المواد الغذائية برا، وهذا سوق العسل يعني يطلع في الطريق. لو كان ينقلوا سوق العسل لمحل ثاني كان تمام. جميل، يعني التوسعة هي من أهم الأولويات لديكم في توسعة يوم السبت. أيوة نعم. جميل، ربنا يوفقكم إن شاء الله ويرزقكم أضعاف مضاعفة، لا سيما أنكم تشتغلون يوم واحد في خلال الأسبوع كله، يعني ما يقارب 4 أيام فقط خلال الشهر، لكن ربنا بإذن الله يبارك لكم هذا الرزق الوفير المبارك إن شاء الله للجميع إن شاء الله. طيب عندك رسالة، عندك شيء تحب تقدمه عبر برنامج أسواق شعبية؟ الآن الأهل والأقارب والأصدقاء المغتربين الكل يتابعك، إيش حاب تقول لهم؟ حاب اقول لهم الله يعني يحفظهم ويرحمهم والحمد لله على كل حال. طيب انا سامع يعني بعض الجماهير الموجودين هنا يقولون حابين نسمع زام الحضرمي، كيف ابناء الضلاع بيعطونا احنا زام الحضرمي اليوم؟ ايوه نسمع منكم الزام الحضرمي في هذا اليوم الجميل، يوم السبت في سوق السبت بمديرية الضلاع. مغاب ضروري يعني شلت يعني ولكم من زرنا ولكم ولكن وي. جزاكم الله خير وما قصرتم، وان شاء الله باذن الله تكون لنا زيارات اخرى في الوسط الاعلامي لهذا السوق. شكرا لكم. صباح الخير. صباح النور. هلا، تعرف على اسمك؟ سالم صالح محمد باخريبه. اهلا وسهلا باخريبه في برنامج اسواق شعبيه على شاشه الغد المشرق. الان احنا ما شاء الله تبارك الله جينا نزوركم في برنامج اسواق شعبيه. يا مرحبا، شرفتونا غد المشرق، شرفتوا سوق السبت، وشرفتوا اهله، شرفتوا المديريه باكملها. الله يسعدك ان شاء الله، نحن سعيدين اليوم نحن متواجدين. جينا سوق السبت وجينا بالاخص الان سوق الجلب والاغنام واللحمان. ايوه ماشيك من اللحمه. اي لحم ماشيك، اصلا الحياه مبنيه على اللحم اصلا. ما شاء الله. طيب بدل ما نتعرف على السوق عندكم، اجود انواع مثلا الاغنام الموجوده عندكم من تربات ايش، من منطقه مثلا، الاسعار كيف هي؟ انت جيت الان اليوم مشتري ولا بياع ولا ايش تسوي بالضبط؟ بيع واشتري. يعني اشتري وبيع في نفس السوق. طيب ايش من انواع موجوده؟ انواع فيه ماعز زي ذولا الاحجام، يعني في احجام كبيره تكون ب 120، في احجام 70، في يعني الى حد 45 50. متربي وين؟ وين تربى؟ ما ضلع من يدين عند الاستاذ صالح بلادنا. يعني هي متربي هناك؟ لا بلاد، ما في من يبعث، في من معبر، في يعني من جميع المديريه متنوع يعني. ايوه من جميع المديريات. طيب اليوم اشترت ولا بعت ولا عاد؟ الله الحمد لله اشتريت وبعت الحمد لله. اشترت ايش من نوع؟ اشترينا ماعز وضيني وكله. طيب بكم اشترته؟ اشتريت من 100، واشتريت من 120، 70، 50، يعني على قدر الاحجام. طيب اللي اشترته ب 100 بكم بعته؟ اللي اشتريته ب 100 اليوم على السوق يوم ضعيف اشتريته بعته براس ماله. 100. رجعنا للمثال اللي هو اشتري ب 5 وبيع ب 5. هذا الواقع والله. يعني اشترت ب 100 وبعت ب 100. ايوه عشان تخنى فيه شويه. وين خراجك؟ خلاص ما عاد يشوفه بالنسبه للاول تيس ذا خلاص انتهى. بس بعدين؟ طيب ما حصلت حد ب 103 105؟ والله ماشي السوق ذا. يعني دخلت فيه انا دخلت في السعر شويه. انا اللي سبب نفسي. يعني ضايقت نفسك بنفسك. هذا هو. انا سبب نفسي بنفسي. هذا هو. وبعدين عوضت. اخذت كباي حصل 5 4 3 في 5 في 4 في 6 في 2000 يعني على قدر الايام. تمشي على طول، اهم شيء انك اليوم بنفسه تشتري وتبيع تحرق. لازم. ما لو ضويت خسران. طيب متى يوم كذا ضويته السوق مبور عندك كان؟ اضعف السوق. اضعف السوق الضوء من 5 و6 الدار. تلاقيه بان تذبح واحد كل جمعه. اجي ذابح نطعم، نشتري قصب. ايوه. ونشتري رمام ونطعم وبر. نطعم للسوق الثاني. السوق الثاني ترفع قيمته. دع سلام تطلع. لا ما طلعت. انك اشتريت الرمام واشتريت. طلعها. فوق ظهرها. فوق ظهرها. ولا ظهر المواطن؟ لا ظهرها هي. طيب اليوم بعت راس راسين ثلاثة رؤوس أربعة الحمد لله بقريب 10. طيب رايح ولا عاد كله جالس في السوق؟ والله العشي دفى هكذا السوق ولا بنروح؟ عشي قليل قليل حصلنا شيء حق الخضرة باقي الآن. أيوه سمك.
يعني يقولون من جاور السعيد يسعد. نعم. شكلي بجاورك يا مرحبا انت واصحابك اليوم عندي. الله يحفظك والله ما تقصرون اهل كرم يعني، وسعيدين احنا اليوم احنا جينا عشانكم. طيب في واحد من الحبوبين هذا اللي لابس شميز ازرق، تعال عندي انت واللي معك. تعال 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 عندي، بغينا بنشوف اللي معاه سعره كم يستحق، وبكم بقدرنا مثلا الان كعبد الرحمن بشتري، وبكم بقدر نبيعه. ايش رايك نجرب؟ ابشر للحين بدخل نجرب نشوف. بنجرب وايش فيش؟ يلا اذا ماشي خراج ما بنشوف. لا ما عليك. يلا يلا هذا الكبش ما شاء الله. كيف كيف نحن بن بن بنفحص؟ اي بروح فحص هكذا الفحص. كيف كيف هكذا؟ ايش نحس؟ هذا لحم اجاك بعضه هيك عظام ما فيه لحم. طيب انا نحس عظام برضو. لا ممتاز في لحم وعظام. في لحم وعظام يعني مسكر. هذا عدل يعني عدل وصل. طيب طيب ايش هذا يعني ايش اسمه بالضبط؟ هذا ضيم ترب من تربات وين؟ من وين انت هذه؟ بحفظ. بحفظ ايوه من تربات ديني ذاك صاحب المطعم. هذا من جماعته. شغل زين يعني. شغل ما يحتاج ذا شغل بلا عنب. كم الراس ذا؟ اعطانا في 65. اعطوك فيه؟ 65. يعني هو بغى اكثر من 65. 65 اعطوه فيه يعني يبغى 66 سبعة. أنا أقدر الأصالة ما فيه أصالة على الصوالة. في أصالة بعض الصوالة توصل أسف بذان لا ماشي باع وشراء على ال... طيب أنت تشوف ذا كم يقدر عشان مثلا نترك يعني يكون معي مجال للربح بحصل لي موراه 5000 ريال. أيوة ربح على 67 حصل الثلاثة مش خمسة. يعني لو بشله منه أنا ب65 ولا ب66 شليته بخمسة بتحصل لك الخمسة. يعني بحصل لي 70 زين. لا ما بيجيبها ابدا. صعب صعب جدا على السوق اللي حق اليوم صعب. طيب يجون الناس مثلا من اهل المنطقه مش عارفين بهذا المجال ويشتري لك ب70 بال75 يحصل مثلا واحد يعطيه الكيه هنا. لا تستعفي الكيه انت. خذ لك واحد خبير. لا بتشيل واحد خبير. لا لازم ما لاقيت من راس حي بربع من بيردك لما حد خبير يقول لك ايش بدك بتطيح وتروح فيها. يعني هذا أيوة. على ال 65 نشله ونبيع بال 70 باذن الله. لا رافق لك ايش تقول يا ابو حفص؟ يقول انه مثلا 65 حاجه حلوه السعر وب 70 انا وياه بنشله وبنبيع مع بعض نحن وياه بنشوف الوضع كيف. بيع 65؟ لا يا ابو حفص ما رضي هذا لا 65 ايش تقول؟ لا 65 زينه شوفها زينه والله. ما ببيع. ليش ما بتبيع؟ ليش ما بتبيع؟ ليش؟ خرف. ما هو زينه. ما هو سعره؟ كم سعره؟ ما اشتري. كم سعره؟ كم تبغى فيه؟ كم بغيت فيه انت؟ انت بياع ولا ما انت بياع؟ انا في 80. ها؟ 80. اوب اوب بغى 80 فيه. اذا بغى يعطينا الكيه هنا ما بتروح الكيه حتى لو رجعت المكلف. لو كان ب 70 مقبول لكنه قال 80. ربنا يبارك ان شاء الله فيك حبيبي، الله يسعدك ان شاء الله. طيب البيع والشراء حاجه حلوه لما تكون عندك درايه، والدرايه هذه أيوة. ما تجي الا بعد خبره وتجارب وبرضه دق ودقيق. ايوه اول يوم انقمرت فيه في هذا السوق انت بامانه قبل 10 سنين 5 سنين 15 سنه متى بدايه الشغل؟ ايش القصه اللي حصلت لك؟ هاي القصه بعدين اشتري اصبح توصل تشتري لك مثلا ب 50 60 اول كان هذا ابو 80 الان 65 50 اول وتشتريه وانت باري شيء عندك يعني غفل شويه تبيعه بعدين يجي بغيت حد يعطيك سعرك ما فيه تنقص 10 5 بعض الاحيان والله خساره كي هنا. هذا بدايه التعلم هذا بعدين لما راسك تكسر لما راسك تكسر تابع بعدين الانسان عنده خلفيه تتابع تشوف من بعيد لبعيد شوف بلغ 60 70 عشان تدخل وراه قدك هذا صاحب خبره زيد 1000 2000 باع لك تحصل بعدين لان ذا صاحب الخبره يشوف بغى شيء كبير هو حتى تقنع ب 2003 اللي عاد جديد يقنع يشوف شيء كبير. نعم هذا اما انت الجديد يقنع على ايوه يقنع يقنع اما دو خبره شوف 2000 ماشي 5 10 اقل شيء ابو ال 10 ابو ال 5 أيوة. تقنع هنا والحمد لله بعدين 20 سنه الان خلاص خبره. ربنا يبارك لكم ان شاء الله وربنا يحسن الحال من حال الى افضل باذن الله. ونحن اليوم زرنا هذا السوق وصلنا وجلنا فيه وتعرفنا على كثير من البضائع ربما اغلب البضائع موجوده. شكرا لك يا غالي ومعليش اخذنا من وقتك لعل الوقت هذا بتشتري فيه راس ولا راسين. هذا يا اخي اشتري الغد ما قلت لك
شاف الله تعرفنا عليكم على عيننا وراسنا. يا مرحبا في امان الله. اهلا وسهلا. اذا اعزائي المشاهدين سعداء جدا في هذا اليوم الجميل من سوق السبت بمديريه الضليعه في هذه الصباحيه الجميله. سلطنا الضوء على سوق يعتبر من الاسواق القديمه التاريخيه اللي عمره ربما اكثر من 30 عام. ابناء الضليعه وايضا المجاوره المدن والقرى المجاوره وربما ايضا المحافظات المجاوره موجودين في هذا السوق. الحركة التجارية والحركة الاقتصادية أيضا على قدم وساق في هذا السوق. الكثير من البضائع، الكثير من الحركة التجارية والاقتصادية كل سبت في مديرية الضليعة. سعداء جدا بكم ونأمل أن لا نكون قد قصرنا في إيصال هذه الصورة الجميلة لعملية البيع والشراء والحركة التجارية والاقتصادية في هذا السوق الجميل. حتى ذلكم الحين نقول لكم في أمان الله ورعايته.